وللمزيد حول فعاليات اليوم الثاني من المنتدى الحضري العالمي يطلعنا عليه مراسل التلفزيون المصري أحمد الحسيني. أهلا بك أحمد، وضعنا في تفاصيل اليوم الثاني، تفضل. نحييكم من فعاليات اليوم الثاني للمنتدى الحضري العالمي الذي شهد في هذا اليوم الكثير من الجلسات والفعاليات، زخما كبيرا من تبادل الخبرات بين الجهات المصرية والجهات الأجنبية والوفود الأممية والإقليمية المشاركة في فعاليات هذا المنتدى الحضري العالمي. نحن نتحدث عن أكثر من 30 ألف مشارك وأكثر من 170 وزير على مستوى العالم في فعاليات هذا المنتدى في دورته 12 تعقد هنا في القاهرة. من بين الجلسات والفعاليات التي أقيمت اليوم، وبالطبع هذا المنتدى الذي يقام تحت شعار كل شيء يبدأ محليا لنعمل معا من أجل مدن ومجتمعات مستدامة، نشير إلى الجلسات التي أقيمت اليوم. من بينها جلسة وهي الجلسة الأولى التي عقدت اليوم، كانت بعنوان رفاهية الإنسان في عصر التكنولوجيا الرقمية، التجربة المصرية في المدن القديمة والجديدة، وتم استعراض التجربة المصرية الرائدة في هذا المجال، وأيضا على الحديث عن المدن التي تم تطويرها وأيضا المدن التي تم إنشاؤها في الآونة الأخيرة، وعن القاهرة التراثية والقاهرة أيضا القدوية منطقة وسط البلد كيف عادت إلى رونقها مرة أخرى. من بين الجلسات التي أقيمت أيضا وشارك فيها عدد من الوزراء كانت جلسة بعنوان تعزيز التنمية الاقتصادية المحلية من خلال التمويل المبتكر، بالإضافة إلى جلسة أخرى بعنوان تمكين المجتمعات المحلية والقطاع الخاص. وكانت هناك أيضا جلسة مهمة شارك فيها وزير الإسكان كانت بعنوان مستقبل الإسكان، وتم الحديث فيها أيضا عن مستقبل المدن الخضراء المستدامة وكيف أيضا عن التجربة المصرية في إنشاء هذه المدن في شتى محافظات الجمهورية. بالتالي نحن نتحدث عن منتدى عالمي يشارك فيه أو يتم التباحث حول أكثر من 600 من المحاور التي تتحدث عن الاستدامة وإنشاء هذه المدن الذكية والتطور الحضري، بالإضافة إلى أن هذا المنتدى الذي تنظمه مصر في هذه الدورة يعكس دور مصر الرائد. ونتابع مع حضراتكم فعاليات هذا المنتدى العالمي الذي يتواصل هنا في القاهرة حتى يوم الجمعة القادمة بإذن الله. إليكم زملائي في الاستوديو.